فقط الانسان الموزون ماشي برشمة معه بدوك ورا اصلا ما قال لا وقفت اواجهه وامسك الرشمه باليد اليسار وافك اليمين اواجهه افك اليد اليمين امسك الحصان باليد اليسار فقط انا وقفت له انا بروح هناك يدي اليسار تستمر على الرشمه انا بروح هناك بدون يلف بدون جر ركوب الخطا بتلت الحصان عشان يلف معك انا بروح هناك بجسمي بس يدي ما يدي بالرشمه ما يدخل بالرشمه خفيف الحركه وقف بدوك هناك بس اواجه اروح لك بس وقف على سواجه اذا الحصان الموزون اللي عارف انه معرفه حقيقيه يصل لمرحله من الاعلان يصل لمرحله من الوزن انه لغه الجسد او الصوت تعطيك اللي تبغاه ليش؟ لانه واثق برده فعلك من الاعلان فاثرت في الاشياء الاخرى يعني ما قاعد ما خلي احد يقاوده طبعا بس ما قاعد كثير عشان يصير ركوب ما قاعد بين البواديك بينهم بالرشمه طب ما حد يقاوده ليش ضبط في الكود لان شغلك في الركوب يفيدك في الكود لان ما اخيرا مركوبه خطا ما تسوي الاشياء ذي بالاعلان اصلا انها مي واثقه بردة فعل اليد الحصان الموزون عاده لما تقول الحصان يزين او يخف لا الخيل تختلف طبعا تختلف هذا ما يناقض الكلام اللي اقوله انا اقول لك الحصان يخف مقارنه بنفسه يعني هذا ثقله 10 هذا ثقله 7 كلهم خفوا مقارنه بانفسهم السبعه صار 3 والعشره صار 5 خلينا لا ما زال 3 كم اي طبعا تختلف الخيل بس اي حصان ثقيل يخف مقارنه بنفسه سيء لانه ثقيل مقارنه بنفسه جيد لانه خفيف مقارنه بنفسه ليش خف شغل اليد صحيح ليش ثقل شغل اليد خاطئ فما تحتاج جار كود حتى لو تصل رشبة طبعا لو كان في مقود بس كثر ما تحتاج انك تواكب اصلا جسميا ثلاث تستمر تواكب الثلاث تستمر بس انك جسميا تواكب الحصان بدل ما تلت الحصان وتستعمل القوة استعمل جسمك انا ماشي انا واقف جسمي بس واجهه بجسمي دوما تدخل الحصان وقف رحله بجسمك الفكرة أنه من الوزن أو من معرفة الأنان تصيد في الرشمة أو تصيد في البدوك أو تصيد في الجول العادي لأنك ما قوت لأنها مرتبطة ببعض لكن العكس لو ركب خطأ أثر في الأمور الأخرى من النهاية كلها فم وخشم فكرة واحدة أو حتى خلو لغة الجسد في بدوك فشيء واحد يأثر على الأشياء الأخرى سواء خطأ أو صح بالذات الركوب أهم الأمور الأخرى من الركوب يعني يقوم مثل بقول الفم والأشياء هذه بتكون من فوقه فالوضع أصعب وأصعب فالحصان الموزون يخف مقارنة بنفسه الحصان المركوب خطأ يثقل مقارنة بنفسه والله أنا مش صادق